شكرا رشيد، مساء الخير لكل مشاهدي الام تي في، تحيه كثير كبيره لكم من ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا بوابه الجنوب. هالمباراه اللي عم تستقبل الدربي المنتظر، دربي برج براجني بين البرج وشباب البرج، المباراه المنتظره يلي رح نشوفها اليوم على ارض الملعب لاول مره بالدرجه الاولى. هالفريقين عم بيلتقوا من بعد ما التقوا الموسم الماضي بالدرجه الثانيه، ومرتين كان الفوز لفريق البرج. البرج كان عم بيفوز 1-0 و3-2 بالمواجهتين ضمن الدرجه الثانيه، واثنيناتهم طلعوا للاولى. حكام المباراه حسين ابو يحيى، حسن انصو، هشام انصو، واحمد سعيفين. ومين رح يربح الكرعه؟ نادي البرج يلي عم يربح الكرعه مع وليد اسماعيل يلي عم يسال اكيد حارس مرمي وين بدك اي جهه، لانه الشمس كمان تلعب دور كثير مهم. الصوره التذكاريه ولحظات الاخيره قبل انطلاق المباراه، قائدي الفريقين يلي بنتمنى التوفيق للبرج ولشباب البرج. حسين ابراهيم اليوم رح نشوفه وغيره من اللاعبين تتعرفوا عليهم كلهم خلال المباراه، بس في لاعب من شباب البرج بدنا نراقبه كثير منيح، نمبر 8 اللاعب البرتغالي اغوستينو يلي كان عم يلعب مع برشلونه بي، وشخصيا انا شربيل شفت له اكثر من فيديو خلال التمارين الى جانب ميسي سواريز وغيرهم. اغوستينو اللاعب رقم 8 بصفوف فريق شباب البرج. مرحبا فارس، وتحيه لكل مشاهدي ام تي في اللي عم يتابعونا بيوم جديد من نقلنا المباشر لدوري الفا، وطبعا المرحله الثانيه مع هالمباراه. العنوان بهالمرحله مباراه وحده فقط عم تقام اليوم ضمن هالمرحله، بكره اكيد في مباراتين بين الصفا والشباب الغازيه، وايضا مباراه الانصار وشباب الساحل يلي بتقدروا تتابعوها مباشره عبر شاشه ام تي في. الحديث عن الاجانب بطول بهالمباراه، لاعبين تعرفتوا عليهم بملاعب كره القدم اللبنانيه مثل تياغو امارال مع البرج، كريس تريمي لورونيو مع شباب البرج، وطبعا عم نحكي عن ستيفن ساربو ايضا مع البرج. اغوستينو سا هو من اللاعبين المنتظرين بمباراه اليوم، رح نشوف اذا رح يقدر يكون على مستوى الاسم يلي حمله الى لبنان، على مستوى الكارير يلي كان عنده اياه، المسيره الكرويه يلي كان لها محطات اوروبيه عديده. اكيد رح نحكي اكثر عن هاللاعب وغيره من اللاعبين خلال مجريات المباراه. هذا جمهور البرج يلي عم تشوفوه امامكم على الشاشه، حاضر باعداد جيد اليوم لمواكبه فريقه مثل ما عودنا بمباريات بطوله الدرجه الثانيه، وعوده البرج الى دوري الاضواء بعد 16 سنه من الغياب، عوده الى ساحه الكبار كان عم يتوجها بالفوز بكاس التحدي بالمباراه النهائيه يلي جمعته مع السلام صغيره. المباراه طبعا يلي تبعناها مباشره عبر شاشه ام تي في. اليوم يوم جديد وحسابات جديده بالنسبه للبرج، بعيدا حتى من حساباته المغاير على المباراه الاولى يلي فاز فيها على السلام صغيره بنتيجه 1-0 مقابل فوز شباب البرج على التضامن السور ببدايه المشوار 2-1. فوز تاريخي كان لشباب البرج لانه كان الاول له بدوري الدرجه الاولى، وطبعا بعد ظهوره بدوري الاضواء للمره الاولى لحظه انطلاق المباراه الى يسار الشاشه باللون الابيض بالقميص الابيض هو شباب البرج، باللون الاصفر التقليدي هو فريق البرج اللي عم يحاول يهاجم من بدايه اللقاء. مثل ما ذكرنا ومثل ما كررنا، المباراه منتظر انه تكون حماسيه مليئه بالحساسيه، وطبعا المنافسه المناطقيه بين هالفريقين، المنافسه اللي كانت حاضره بالموسم الماضي بينه ببطولة الدرجة الثانية ذهابا وإيابا كان عم يفوز البرج، فرح يقدر شباب البرج اليوم يرد التحية يثأر من البرج على مسرح الكبار بدوري الدرجة الأولى. هذا السؤال طبعا بنعرف إجابته خلال الدقائق التسعين لهالمباراة يلي عم تقام على ملعب صيدا البلدي، وأكيد كتار عم يتابعوها. تياغو أمارال صاحب الهدف الوحيد بمرمى السلام صغرتا، المباراة يلي بنهايتها كانت مثيرة للجدل بعد مطالبة السلام بركلة جزاء بينالتي، لكن البرج كان عم يخرج بفوز ثمين، فوز طبعا مهم جدا ببداية المشوار. بيعرفوا كتير منيح فريق البرج انه الفريق يلي تم تشكيله لهالموسم فريق اكيد طموحه يبقى بالدرجة الاولى، يكون بمراكز النخبة، يكون بمركز متقدم، عدد كبير من التعاقدات، اكثر فريق اجرى تعاقدات من دون شك هو البرج. أمير الحصري ظهير أيسر النجمة والأنصار السابق مع شباب البرج عم بيكون دائما بالقميص الرقم 93، كرة مع شباب البرج بوسط الملعب. الاعتماد بشكل كبير راح يكون على الثلاثي الأجنبي كريس ترمية اللي بيعرف الملاعب اللبنانية كتير منيح، صادق آدمز وأغوستينو، إضافة بخط الوسط لأسماء بتعرفوها سابقا مثل كلاوديو معلوف
لاعب النجمي وطرابلس السابق مثل علي بزي ايضا القادم من النجمي على سبيل الاعاره. حسن هزيمه بقلب الدفاع قادم من البقاع مثل محمد الموصبي الظهير الايمن. هذا طبعا عم بتحدث عن شباب البرج ولاعبي فريق البرج يلي كلهم عندهم خبره الدرجه الاولى، ايضا اسماء تعودتوا تشوفوها مع فرق مختلفه. كره الى خارج ارض الملعب، اكيد عنا الكثير نقوله عن الفريقين والشغل يلي عملوه خلال فتره الانتقالات الصيفيه وطبعا مشوارهم بالموسم الماضي. يعني بذهاب الموسم الماضي البرج كان عم يفوز 1-0 على شباب البرج. وسيم عبد الهادي المهاجم الفلسطيني مهاجم الحكمه الحالي بدقيقه 75 كان عم يسجل الهدف الوحيد. بالاياب البرج فاز 3-2، تقدم 3-0 بوقتها بالمباراه عبر وسيم عبد الهادي بابي وعلي حراني قبل ما شباب البرج يسجل هدفين. ايمانويل اسيري ونابي بانجورا بالدقيقتين 90 و91 ما قدر يعود للمباراه، لكن كان قريب جدا من التعادل. حمزه عبود بيلعب هالرمي التماس الطويله، الخطوره موجود داخل منطقه مع محمد جعفر، بترجع لعند حمزه عبود، ممكن نشوف اول فرص اللقاء. حمزه بيحاول يلعب الكره عرضيه لكن مقطوعه مجددا الى رمي التماس. عم بيحاول البرجي حاصر منطقه جاره ببدايه اللقاء، عم يحاول يكون قريب مع تياجو امارال امير الحصري هو اللي عم يدافع عليه تياجو. مقطوعه من امير بشكل ذكي وبشكل نظيف. الامر الواضح انه شباب البرج بمطرح ما بده يكثف العدد الدفاعي ويعتمد على الهجمات المرتده، تحديدا يتكل على اللاعب يلي عم نشوفه قدامنا اللاعب الغاني الصادق ادمز لمحاوله الارتداد. لاعب سريع. جمهور البرج باللون الاصفر دائما، اللون الموحد والاصفر هو الطاغم بدون شك على بطوله الدرجه الاولى هالموسم. الصفا باللون الاصفر، العهد باللون الاصفر، ايضا شباب البرج بيرتدي اللون الاصفر. فريق يعني طبعا شباب البرج فينا نقول حديث العهد، كان حصل على رخصة نادي الإرشاد يلي لعب مرة واحدة فقط بدوري الدرجة الأولى، ومن الرابعة إلى الثالثة إلى الثانية إلى الدرجة الأولى موسم بعد آخر. يعني بكل درجة كان عم يبقى موسم فقط شباب البرج وصولا إلى الدرجة الأولى. مع هالكرة الأمامية أيضا محمد جعفر ترقب كبير، يعني شو ممكن يعملوا هجوم فريق البرج. أسماء ثقيلة مثل حسين القوطة، محمد جعفر، تياجو وسارفو. كرة بوسط الملعب من جديد، محمد جعفر هو محور لعب، بحاول يلعب هالكرة الأمامية مقطوعة، بتنتقل هالمرة لشباب البرج والكرة الطويلة أغوستينو هو اللي حاول يوصلها للأمام. من جديد حمزة عبود نشيط على الجهة اليمنى. حمزة عم يوصل تقدمه، الكرة العرضية من حمزة عبود الأرضية إنما أيضا مقطوعة. بداية المباراة واضحة فارس، هجوم من البرج ودفاع من شباب البرج. يعني مباراة فينا نقول حماسية نظرا لحساسية اللقاء وحديث الشارع، خاصة منطقة برج براجني اللي اليوم عم بتتابع المباراة، هو مثل ما بنعرف بفرد بيت معقول كثير يكون في اثنين اخوة، واحد بشجع البرج والاخر بشجع شباب البرج. هيدي المنافسة، هيدا الدربي الرياضي بين الفريقين، وبداية مباراة متكافئة. مين رح يتمكن انه يفتتح تسجيل كرة أمامية بينجحون وبسهولة انه يلتقطها نمر لحود هالاسم يلي برز فور توقيعه مع نادي الأنصار، خضع للتجربة مع نادي الأنصار، من بعدها رجع انتقل لنادي شباب البرج. أغوستينو بمرر هالكرة أمامية ليوسف عتريس، يوسف عتريس كان عم يلعبها إسماعيلة، بيقطع الكرة باللحظات الأخيرة لوليد إسماعيل، وليد إسماعيل بمرر بدوره لمحمد قاسم اللاعب الفلسطيني لمحمد جعفر، محمد جعفر بغير اتجاه الكرة لعند حسين إبراهيم الصعوك. أمامية، مباراة سريعة بين الفريقين، ممنوع الغلط. تياجو دو أمارال لاعب بجيد التسديد من الخارج، عنده تسديدات قوية وفي تسلل أول بالمباراة. حسين أبو يحيى عم نشوفه قدامنا، الرجل الجليدي حسين أبو يحيى، أعصابه رايقة كتير وقراراته صحيحة بتكون. ومع هالكرة يلي عم انتبعها شباب البرج عم بجرب يبني هجمة بمنتصف الملعب. الكرة حاليا من كلاوديو معلوم برجعها خلفية لعند لاعب الفريق بمنتصف ملعب علي بزي. علي بزي يلي سجل هدف الفوز الاسبوع الماضي من ركله جزاء، المعار من نادي النجمي. كره اماميه لشباب البرج على حدود منطقه جزاء، اسماعيل انتيري بيبعدها وباللحظات الاخيره كمان بيرجع بشتتها دفاع فريق البرج. عبد الفتاح عاشور واحد من نجوم فريق البرج
بخط الدفاع هالموسم راح يكون من بعد ما كان الموسم الماضي مع فريق النجمة. تياغو 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 بيلعب الكرة بلا محمد قاسم. محمد قاسم بغير اتجاهه لعند وليد اسماعيل كابتن فريق وليد اسماعيل، بيتعرض للخطأ من يوسف عطريس. يوسف عطريس يلي هون بيرتكب الخطأ وبروح رياضية دغري بيتوجه عند وليد اسماعيل ليساعده ليقدر يقوم وركلة حرة من مكان خطر كتير إذا قدر فريق البرج يترجمها عن طريق محمد جعفر. خطأ كمان مرة، هذا الخطأ قدامنا. محمد جعفر رح يلعب الكرة، اسماعيل عم يتقدم، اسماعيل انتيري خطر كتير بالكرات الرأسية. خمس لاعبين من فريق البرج داخل منطقة فريق شباب البرج والكرة عالية بعيدة، لوين هاي لوين هاي مش لحدا أبدا كانت، ومرمى شباب البرج عم بيخلص. قدامنا على الشاشة محمد الموسوي لاعب البقاع السابق ظهير أيمن نادي شباب البرج. مباراة مهمة كتير وثلاث نقاط، وتقولوا برج شباب البرج هي بمثابة ست نقاط نظرا للدوربي، وأكيد مع نهاية المباراة حديث المنطقة حديث منطقة البرج كله رح يكون هاللقاء مين لعب منيح مين ما كان منيح، وهذا حديث الفوتبول يلي دايما نتمنى يضل ضمن الأطر الرياضية والروح الرياضية. رمي التميز سريع، اللعب سريع، ما في شيء بعد خطير بهالمباراة، بس عم نشوف تبادل كرات وفريقين رح يكونوا من الفرق يلي رح يلعبوا دور كتير مهم لعرقلة الفرق الكبيرة هالموسم. أنا هيدا الشيء أكيد منه. صاربو وكرة داخل منطقة الجزاء، الأخطر لهلأ الأخطر لهلأ من بداية المباراة كانت لفريق البرج مع محمد جعفر يلي لعب الكرة ما وصلت لتياغو دو أمارال، انقطعت ترجع بتروح سريعة لكريس تريمي لاعب التضامن سوري السابق اللاعب الإيفواري يلي بتعرض للخطأ هون بالإعادة. بنشوف الكرة أمامية ومحمد جعفر لعبها بالعرض وكان بالوقت المناسب عم بيبعدها حسن هزيمي. حسن هزيمي أكثر من ممتاز من وقت ما كان هاللاعب مع فريق البقاع، فعلا بيريح كتير حارس مرمي وبيريح كتير الدفاع وقت يكون موجود حسن هزيمي. هذا هو اللي عم نحكي عنه هلا، اللي عم بيلتقط الكرة حسن هزيمي بيتقدم بيتقدم بالكرة بيلعبها أمامية. علي بزي ما زال محافظ على الكرة، علي بزي وبيتعرض لعرقلة واضحة. علي بزي هالمرة العرقلة من حسين إبراهيم. حسين إبراهيم يلي عم يرتكب الخطأ من مكان مناسب لفريق شباب البرج لا يقدر يكون عنده أول محاولة وأول فرصة بالمباراة. هون ما في شيء، الحكم بيتابع، بقوم علي بزي بياخد كرة من حسين إبراهيم. حسين إبراهيم بيرجع بيرتكب الخطأ، ممنوع تقطع يا بزي، بده يوقفه للبزي بأي طريقة، لأنه لو قطع البزي معقول كتير كتير تكون كرة خطرة لأنه وصل على مشارف منطقة الجزاء لهالسبب. هيدا خطأ ذكي كان من حسين إبراهيم. ركلة حرة بهالوقت لفريق شباب البرج مع أغوستينو برشلونة بي لاعب لاعب إلى جانب الكبار هلا حاليا على الكرة. صادق هذا صادق شو رح يعمل لاعب غاني؟ هل رح يفتتح التسجيل؟ لا ضعيف كثير، حسين إبراهيم بيبعدها. ما في خطأ ما في خطأ، أغوستينو بيلعب الكرة أمامية ما زالت مع فريق شباب البرج. عطريس عطريس حلو كتير هالكرة، فريق شباب البرج عنده نقلة نوعية كمان مثل مثل البرج، وبالنهاية الكرة بين ايدين حارس مرمى البرج عبد الكريم صالح يلي اليوم ارتقى الجهاز الفني ومحمد الدقة انه يكون عم يلعب عبد الكريم صالح شربل بدلا من محمد سانتينو. طبعا خيارات المدربين، والاكيد انه اليوم المدربين ابراهيم عتاني من جهه شباب البرج ومحمد الدقه من جهه البرج عم يدخلوا المباراه بافضل خيارات ممكن، بيعرفوا حساسيه المباراه، بيعرفوا انه المباراه بالنسبه لهم غير كل المباريات، لان جمهور الفريقين بينتظر الفوز ولا شيء غير الفوز، وتحديدا جمهور البرج الطامح مثل ما ذكرت الوقوف بالمراكز المتقدمه، وايضا جمهور شباب البرج الطامح للرد على خسارتين بالموسم الماضي بدوري الدرجه الثانيه مع العوطة. حاليا معه الكره بحطها على الجهه اليمنى دائم مركز تائل مع حمزه عبود. العوطة العوطة بيحاول يمر عن اغوستينو. امير الحصري عم يعمل مباراه جيده بالبدايه، هو يلي عم يوقف العوطة بيلعب الكره للامام مقطوعه من جديد من اسماعيل انتيري. بيعرف كثير منيح الملاعب اللبنانيه، بيعرف كثير منيح ملعب صيدا، لاعب الشباب الغزيه بالموسم الماضي، امر ذكي برايي
من محمد الدقة ومن نادي البرج التعاقد مع لاعبين بيعرفوا كرة القدم اللبنانية، سبق واختبروا الملاعب اللبنانية وطبعا مندمجين بأجواء الفوتبول اللبناني، ما بدهم وقت ليتأقلموا. وهذا محمد الدقة أمامنا على الشاشة مدرب الصفا السابق. كرة ملعوبة للأمام باتجاه لكريست، يعني أربع لاعبين من أصل ستة على أرض الملعب على الصعيد الأجنبي سبق ولعبوا بلبنان. طبعا كريست ريميل ورونيون يلي كانت بدايته مع شباب الساحل وأيضا لعب مع الأنصار ومع التضامن صور بالموسم الماضي قبل ما يكون عنده تجربة مع تشيرشل براذرز الهندي لفترة قصيرة ويعود إلى لبنان للانضمام إلى شباب البرج. يعني كتار هن المدربين بدوري ألفا يلي بحبوا لاعب مثل كريست ريميلو روميو، لاعب ذكي بيتمركز بشكل كتير منيح، ما عنده المهارات الكتيرة لكن تمركزه دائما جيد بالوقت يلي هالكرة عم توصل عند صادق آدمز خطير، ممكن يكون بأي لحظة من اللحظات. أمير حصري عم يتقدم على الجهة اليسرى وعم يلعب هالأوفر والكرة العرضية مقطوعة عند تياغو أمارال صانع ألعاب البرج صاحب القدم اليسارية المهارية، هو يلي كان عم يلعب الكرة لأمامه محمد جعفر، لكن التدخل من محمد الموسى ويشوفه ما خليه يفكر مرتين محمد جعفر ليقطع الكرة. رمي التماس لمصلحة البرج على الجهة اليسرى مع وليد اسماعيل، أيضا عنصر الخبرة الأكبر بفريق البرج عم يأمنه اللاعب قائد فريق البرج بهالموسم. مع هون اصطدام بين جعفر والموسوي، اللاعب عم يستمر هيدا تياغو أمارال أمامنا مثل ما ذكرت سبق ولعب 10 مباريات مع طرابلس لدوري ألفا وضم للبرج حديثا، وبدايته كانت أكثر من ممتازة بهدفه بمرمى السلام صغرته بالوقت يلي صادق آدمز عم يحاول يسدد كرة إلى خارج أرض الملعب. تياغو أمارال كنت عم بحكي عنه 11 مباراة بشكل عام بالدوري، سجل خلالها 4 أهداف وعنده تمريرة حاسمة وحدة، هيدي هي أرقامه لتياغو أمارال. لغة الأرقام أكيد رح تكون حاضرة معنا بالكلام عن اللاعبين الأجانب تحديدا ومدى تأثيرهم بالفرق يلي دافعوا عن ألوانا بلبنان. هذا صادق آدمز بعام 2007 صنف صادق آدمز من قبل مجلة وورد ساكر الشهيرة بين أفضل 50 موهبة صاعدة بعالم الفوتبول. يعني إذا بنطلع على سيفي صادق آدمز أهم بكتير من أغوستينو، وجولاته وصولاته بالملاعب الأوروبية كانت أكبر بكتير بالوقت يلي هون الكرة مقطوعة من حسن هزيمة للأمام، محاولة للتقدم وأيضا الخطأ. رح تشوفوا كتير صفيرات، رح تشوفوا كتير التحامات، رح تشوفوا كتير أخطاء. تياغو أمارال هو يلي كان عم واقف علي بزي بالخطأ بالكرة الأخيرة، هون مر علي بزي عن تياغو أمارال والفاول كان واضح. حسين أبو يحيى كان قريب من الحالة، الخطأ عم يتنفذ. ربع ساعة مرت، التعادل السلبي الحذر واضح تحديدا من ناحية شباب البرج يلي ما عم يغامر أبدا بهالأثناء. الكرة ملعوبة على الجهة اليسرى والمرور هون، المرور كان من أمير الحصري والخطأ لمصلحة أمير، لاعب يلي إجا من بلجيكا انضم للنجمة ومن بعد انتقل للأنصار مع فريق ثالث بثلاث مواسم له بكرة القدم اللبنانية. هيدا أمير الحصري هون كان عم يتلقى الخطأ من العوطة مع الكرة الأمامية الملعوبة، بتبقى مع يوسف عتريس. يوسف عتريس بيلعب الكرة العرضية خطيرة أيضا مقطوعة من حمزة عبود بالرأس ومن محمد قاسم بالمرحلة الثانية أيضا برأسه ستيفن ستارفو لتياغو أمارال، ممكن المرتدة الصافرة والخطأ لمصلحة البرج. هيدا حسين حمدان مدرب فريق شباب البرج إلى جانب المدير الفني إبراهيم عتاني، الوجه اللي تعودنا نشوفه كلاعب بفترة طويلة مع نادي الحكمة، لعب أيضا مع النجمة والأنصار، طبعا نهاية مسيرته كانت نجموية وعاد وطل من مقعد النادي الشعبي كمدرب. كرة ملعوبة من وليد اسماعيل للأمام، مقطوعة الكرة، رمي التماس لمصلحة شباب البرج رح تكون هالكرة. يعني هدوء وحذر فارس، هذا الأمر واضح على أرض الملعب.
لكن هدف بالتأكيد رح يغير كتير من جو وصورة المباراة. يعني عم يلعبوا الفريقين بحذر كتير كبير خوفا من الهدف الأول، ما بده حدا يتلقى مرمي هدف لأنه الأمور رح تصير أصعب وأصعب نظرا للأسامي الموجودة عند الفريقين، الأسامي الكبيرة اللي موجودة كان بالبرج أو بفريق شباب البرج. الفريقين دعموا حالهم كتير منيح ليكون عندهم دور مهم بمنافسات الدرجة الأولى. مش الهدف أبدا نطلع لنرجع ننزل، الهدف نطلع ونبقى ونعمل نتائج، هذا شعار الناديين. رمي التميس رح تكون بهالوقت لوليد اسماعيل كابتن فريق البرج اللي رح يلعب رمي التميس طويلة لداخل منطقة الجزاء، بينفذ الكرة بيبعدها دفاع فريق شباب البرج وبشتت الكرة بهالوقت على علاء حمية. بدو ينتبه اسماعيلا، بدو ينتبه اسماعيلا، بدو يشتت، ايه ما بيقدر يمرر ابدا اسماعيلا. كرة امامية وفرصة لفريق البرج، معقول كتير نشوف الهدف الاول بالمباراة؟ لا، لانه في حسن هزيمة، حسن هزيمة بس عيلته هزيمة، بس ممنوع حدا يهزمه بالدفاع، ممنوع الهزيمة عند حسن هزيمة. قطع كرة خطرة كتير، كرة كادت تسبب مشكلة لفريقه. برافو لحسن، والكرة حاليا مع حسن يلي بيلعبها أمامية، ما زالت مع فريق شباب البرج يلي عم بيقدموا مباراة جيدة مثلهم مثل فريق البرج. كلاوديو معلوف بيلعب الكرة أمامية، ما زالت مع علي بزي، علي بزي بغير اتجاهها لعند عطريس يوسف، يوسف يتقدم معه وليد اسماعيل، يوسف عطريس، يوسف عطريس بيرجع الكرة خلفية، ما زالت حاليا مع الموسوي، الموسوي يلي بيلعبها بدوره لكريس ريمي، ريمي بيرجعها كمان. التمريرات من كلاوديو معلوف مقطوعه من وليد اسماعيل لمحمد جعفر، محمد جعفر بيتقدم، محمد جعفر بيلعب الكره بهالوقت لمحمد قاسم، محمد قاسم بغير اتجاه الكره ناحيه اليمين. حمزه عبود، حمزه عبود لتياجو، ترجع لتياجو، تياجو هو راح يكون مصدر الخطوره بصفوف فريق البرج اذا سدد على المرمى. بين ايدين حارس المرمى سهل كثير هالكره، ما راح يكون فيها اي مشكله ابدا. احمد الخطيب يلي رجع ونزل باللحظات الاخيره من بعد ما كان عبد الفتاح عاشور بس لشير لهالشغله بالتشكيله الاساسيه، احمد الخطيب شارك بدلا من عبد الفتاح عاشور باللحظات الاخيره كلاعب اساسي. على كل هلا بين الشوطين بنعرف اذا عبد الفتاح تعرض للاصابه خلال عمليه التحميه وشو السبب يلي خلى المدير الفني لفريق البرج محمد دقه يجري التبديل باللحظات الاخيره. فاذا احمد الخطيب يلي عم يلعب اليوم الى جانب اسماعيل انتيري بدلا من عبد الفتاح عاشور. احمد الخطيب لاعب فريق الصفا يلي انتقل من الصفا لفريق شباب البرج. لحظات توقف المباراة وفرصة للاعبين ليرتاحوا ليشربوا ماء، في لاعبين من فريق شباب البرج عم يجروا عملية التحمية، عبكير بيرجع بيقوم، محمد موسوي لمتابعة المباراة، إصابة خفيفة للموسوي، محمد موسوي الأمور سهلة وراح يتابع المباراة الموسوي. عملية تحمية اللي كانوا عم يجروها لاعبين فريق شباب البرج تحسبا لأي تبديل طارئ، لأي تبديل معقول يصير. محمد موسوي ناطر إشارة من الحكم ليرجع يدخل لأرض الملعب لمتابعة المباراة. صار قاطع تقريبا نص الوقت بالنسبة للشوط الأول. أمير الحصري يلي شفتوه مع النجمة وشفتوه مع الأنصار، أمير الحصري لاعب ممتاز بمركز الظهير الأيسر، بقاتل بيلعب على كل كرة ورمي التباس لمين يا أمير؟ لكلاوديو معلوف، كلاوديو معلوف بيرجع الكرة، بحط الضغط كله على أمير الحصري ليشتت الكرة يلي بيلعبها أمامية. الصعوك لمحمد جعفر، محمد جعفر بيتقدم، محمد جعفر بيلعب الكرة، ما في تسلل، فرصة لفريق البرج مع تسديدة وتأخر كثير، وفي ركلة جزاء، في ركلة جزاء بنالتي، الحكم حسين أبو يحيى بيقول في ركلة جزاء بنالتي لفريق البرج بهالوقت. محمد جعفر هل هو رح ينفذ ركلة الجزاء؟ حامل الكرة بنرجع بنشوف،
بالإعادة. هون تسديده من ستيفن سابو، وهذا الخطأ يلي صار، الخطأ يلي ارتكبه محمد موسوي. فريق شباب البرج ما اعترض على ركلة الجزاء. هون الكرة ومحمد جعفر، وركلة الجزاء يلي تم احتسابها من قبل حكم حسين أبو يحيى. هل منطقة برج براجني رح تحتفل بالهدف الأول لفريق البرج والقسم الثاني ما يكون مبسوط ابدا مع الهدف اذا دخل بمرمى فريق شباب البرج؟ برجع بقلكم اليوم برج براجي مقسومه، هو البرج اللي جمهوره اكبر، فرصه لافتتاح التسجيل، فرصه للهدف الاول بالمباراه. محمد قاسم بمواجهه نمر لحود. نمر يا نمر، شو رح تعمل بهالكره؟ هل رح تتمكن انه تخلص فريقك من الهدف الأول بالمباراة أو لا؟ رح تكون الفرصة لمحمد قاسم لافتتاح التسجيل. حسين أبو يحيى عم يطلب من اللاعبين يتراجعوا، بيتقدم بيتقدم محمد قاسم. الله الله يا نمر، نمر يا تايجر، أنت يا تايجر بهالكرة، قلت لك هل رح تقدر تروح على الكرة؟ سكر الزاوية ولو ما صاب الكرة، بس سكرها كليا للزاوية، منع محمد قاسم والفرصة الخطرة كتير. نمر على زيت الزاوية ومحمد قاسم بالقائم، القائم يلي لعب دور كتير مهم بإبعاد الكرة، بس نمر كان نمر بهالكرة، ومحمد قاسم يا شربل خيب الأمال مع هالركلة الجزاء الضائعة. يعني فعلا كان قريب نمر لحود من التصدي للكرة لأنه اختار الزاوية الصحيحة، لكن خيار محمد قاسم بالتسديد أو تنفيذ البينالتي كان خاطئ جدا. الكرة كانت عم ترتد من القائم الأيسر والبرج ضيع فرصة افتتاح تسجيل، لكن ممكن يعود مع الكرة لمحمد جعفر، عم بمر جعفر، الكرة إلى خارج أرض الملعب، حصل على البينالتي محمد جعفر، هو الأنشط، هو الأخطر، هو أكثر لاعب عم يخترق منطقة جزاء شباب البرج. كورنر رح يكون للفريق الأصفر بالإعادة مرة جديدة. الضغط يلي عم يعمله جعفر على محمد الموسوي عم يعمل مشاكل كتير كبيرة للرقم 77، مش أول خطأ عم يرتكبه بهالمباراة، أصبح مهزوز، أصبح متوتر، خرج من اللقاء في يقول فقد تركيزه. كورنر على كل حال لفريق البرج، حمزة عبود الظهير الأيمن عم ينتقل للجهة اليسرى لتنفيذ الكورنر. كل لاعبي شباب البرج ما عدا الصادق ادمز بالحاله الدفاعيه. حمزه عبود على تنفيذ الركنيه بالدقيقه 25، فرح تحمل معه اول اهداف اللقاء. الكره مقطوعه بترجع لعند محمد جعفر رقم 10 من لمسه واحده، مقطوعه هون من اغوستينو عم يتقدم، بتبقى مع الشباب يوسف عطريس، مقطوعه مره جديده من محمد قاسم. اكيد محمد قاسم رح يعمل جهد مضاعف بهالمباراه ليعوض البينالتي اللي ضيعها، كانت رح تريح كثير فريق البرج لو قدر يسجل اللاعب الفلسطيني. هيدا محمد قاسم امامنا على الشاشه، لاعب الصفا الانصار والنجمي السابق بموسمه الاول مع فريق البرج. حمزه عبود، علي كركي، وليد اسماعيل، محمد قاسم، حسين القوطه، محمد جعفر، ابراهيم بوحمدان، عبد عاشور، محمد مرقباوي، محمد الفعور، سارفو، اسماعيل، وتياغو، احمد الخطيب. اختار بعد في اسماء كثير انضمت لفريق البرج هالموسم، يعني تقريبا فريق كامل تعاقد معه البرج ليدافع عن الوانه. خبر واضح انه البرج ما بده يرجع الى دوري المظاليم بعد 16 سنه من الغياب. واكيد على صعيد بطوله الدرجه الثانيه عدد من المباريات يلي عم يقام بهالاثناء من مباراة المبرة والحكمة والتعادل السلبي المسيطر، وأيضا صاحب الأرض صاحب هالملعب يلي عم يتابع عليه مباراة البرج وشباب البرج، الأهلي صيدا عم يلعب مع أنصار حوارة وهو متقدم 1-0. هناك مباراة أيضا بين سبورتينج والبقاع، سبورتينج عم يتقدم بهدفين، ناصر بر الياس والاجتماع التعادل السلبي، مثله مثل الراسينج والإصلاح البرج الشمالي التعادل السلبي لا يزال مسيطر. اكيد بس يكون عندنا الفرصه رح نوافيكم اكثر واكثر بكل النتائج الخاصه ببطوله الدرجه الثانيه مع نهايه الاشواط الاولى بكل المباريات يلي ذكرتها. وكره عرضيه هون باتجاهه لتياغو بتمر عن الجميع، الخطوره محمد جعفر، شو ممكن يعمل داخل منطقه الجزاء؟
رائعة جدا من أجمل الكرات يلي شفناهم بدوري ألفا من وقت انطلاع الموسم، لأنه محمد جعفر سدد كرة قوسية بطريقة فنية، لكن الأحلى كان اللي عمله نمر رحود التايجر، رائع جدا. شي مرة شفته نمر عم بيطير، النمر كان عم بيطير وعم يتصدى لهالكرة، شوفه بالإعادة مرة جديدة، رائع جدا جعفر والأروع كان نمر لحود اللبناني المكسيكي المولد، كان متوقع نشوفه مع فريق الأنصار لكن بالنهاية حط بالبرج أو بشباب البرج وكان عم بيطير لهالكرة، رائعة جدا محاولته للجعفر والأروع. إذن التصدي من نمر لحود، كورن جديد للبرج الضاغط عم يضغط أكثر وأكثر مع محمد قاسم، بيلعب الكرة لداخل المنطقة إسماعيل، إسماعيل إسماعيل إسماعيل، حاليا المباراة البرج بمواجهة النمر يلي هو فعلا اسم على مسمى عم بيكون بين الخشبات الثلاثة، نجم المباراة من دون منازع لحد الوقت هو يلي عم تشوفوه أمامكم على الشاشة، نمر لحود ممكن تكسب كرة القدم اللبنانية، حارس على مستوى عالي هو نمر لحود بهالتصدي الرائع للكرة الثانية على التوالي والمحاولة الثانية على التوالي للبرج، اللعب مستمر وأيضا البرج دائما بالهجوم ودائما بالخطورة مع المحاولة، علي بزي عم يحاول يرتد لشباب البرج، علي بزي شو ممكن يعمل بالوقت يلي كريست مصاب على أرض الملعب، علي بزي رح يحط الكرة بالخارج افساحا بالمجال أمام معالج زميله بالإعادة مرة جديدة من دون أي مراقبة، إسماعيلة وين دفاع شباب البرج؟ يسأل دفاع شباب البرج على المحاولة الأخيرة، مش مسموح ابدا تتركوا اسماعيلة مرتاح القتل، لكن نجم المباراة من دون منازع هو نمر لحود، ما معقول ما معقول الطريقة يلي كان عم يتصدى فيها لكرة اسماعيلة وقبلها لكرة محمد جعفر. كريست ريمي لورونيو 74 مباراة بالدوري اللبناني، 33 هدف سجل خلالهم من خلال دفاعه طبعا عن الوان الساحل الانصار والتضامن صور بالموسم الماضي، رقم 9 كلاسيكي المهاجمين الافارقه يلي طبعا عندهم الحصه الاكبر بوجودهم بدوري الفا، طبعا الافارقه هن اللي مسيطرين بشكل اكبر، 36 لاعب اجنبي، 29 منهم من القارة الأفريقية مقابل 3 من آسيا، 2 من أوروبا ومثلهم من أمريكا الجنوبية، غانا متمثلة بعشر لاعبين، 9 للسنغال، طبعا الحضور البارز أيضا عربيا للاعبين التونسيين بالدوري اللبناني، 3 من تونس، لاعبين من سوريا نيجيريا غينيا البرازيل والبرتغال أيضا ممثلين بلاعب واحد، وأيضا كوت ديفوار حاضرة، بيبقى على صعيد المدربين أكيد نص الأندية عم تعتمد على مدربين وطنيين مدربين محليين، وقابل 6 أجانب بينهم 5 عرب، أكيد المدرب الأجنبي الواحد والوحيد أو 4 مدربين عرب أجنبي واحد إذا فينا نقول من خارج العالم العربي هو مدرب الصفا الألماني روبرت جاسبرت. أغوستينو أغوستينو السابع عيدة للخلف لعند الحمية منه لعند الموسوي، الكرة للأمام بتجيه لأدامز صادق أدامز، إسماعيلة هو اللي عم يتولى مراقبة أسرع اللاعبين بالمباراة، صادق أدامز انطلاقاته فعلا سريعة للرقم 99 في حال لقى المساحة رح يعمل الخطر بالتأكيد على مرمى البرج اللي عم يهاجم حاليا مرة جديدة مع تياغو أمارال البرازيلي الفنان المهاري بحاول يمر، لكن أمير القصر اليوم عم يعمل مباراة العمر. إذا بتسألوني مين أكثر لاعبين لفتوا على الأنظار بشباب البرج ببداية اللقاء بقلكن لاعبين على الصعيد الدفاعي تحديدا أمير القصري ومن خلفه الحارس نمر لحود يلي بفضله بالتأكيد شباب البرج بعده متعادل مع جاره لحد الوقت بنتيجة سلبية، كرة عشوائية الربط عم يكون عنده مشكلة كبيرة كبيرة في شباب البرج، حسين إبراهيم الصعوق لاعب الأنصار السابق منه لتياغو أمارال، أمارال على الجهة اليمنى لحسين العوطة المتقدم، أيضا العوطة جميلة جدا على خط الملعب موجود، والتدخل من جديد من أمير الحصري وكلاوديو معلوف، ايضا كلاوديو بمنتصف الملعب بوظيفه لاعب الارتكاز وتكسير الهجمات، هيدا دوره الاساسي رح يكون لكلاوديو معلوف،
لكن مشكلة شباب البرج واضحة، ما عم يقدر يخرج من ضغط البرج، ما عم يقدر يخرج إلى وسط الملعب لبناء العمليات ولا تموين المهاجمين أدمز وكريستريمي. حسين إبراهيم جديد لمحمد قاسم، إسماعيلة، وليد إسماعيل، هالمرة تمريرة وليد إسماعيل ما بتوصل لمحمد جعفر لأنه محمد الموسى وعم يقطعها مش لوقت طويل. محمد قاسم من جديد بوسط الملعب، يعني اللي بيميز فريق البرج بوسط الملعب عنده ثلاث لاعبين بمرروا بشكل ممتاز، عم بحكي عن حسين إبراهيم، محمد قاسم، وأكيد تياغو أمارال. هيدا محمد جعفر رح يلعب الكرة العرضية بقدمه اليسرى، هو حلو كتير، حلو كتير كانت كرته على العرضية لمحمد جعفر، والخطورة هالمرة عبر تياغو أمارال. لكن أيضا الدفاع، دفاع شباب البرج والحارس نمر لحود كانوا حاضرين على الكرة الأخيرة. مباراة ما بتنقصها غير الأهداف مع حمزة عبود، بيلعب الكرة لأمام ستيفن سارفو بيحولها بالرأس، سارفو يلي برز أيضا بكأس التحدي مع البرج. محمد جعفر، محمد جعفر منه لوليد اسماعيل المرة، الكرة العرضية من وليد إلى خارج أرض الملعب. غريب كيف راحت الكرة مباشرة إلى خارج أرض الملعب من وليد اسماعيل، هي أرضية الملعب بمكان ما أثرت عليه. رح تشوفوا بالإعادة مرة جديدة كرته لمحمد جعفر غيرت اتجاهه وغيرت مسار، يعني تياغو أمارال حاول يحولها مباشرة إلى شباك نمر لحود. الكرة عم تتنفذ، مقطوعة من جديد تبقى مع شباب البرج. يعني طبعا 34 دقيقة مرت ما حسينا بالوقت فارس، المباراة من الناحية الهجومية حاضرة تحديدا من ناحية فريق البرج، فعلا بينقص فقط هدف لتتغير الامور وتصير المباراة حماسية بشكل اكبر. واكيد كن عم نشوف ردة فعل من شباب البرج يلي بعد ما كشف عن وجهه الهجومي، لانه حارس مرمى البرج عبد الكريم صالح بحكم المتفرج على هالمباراة. فريق البرج افضل من بداية المباراة، هذه امور واضحة، يعني نمر لحود لهلا عم بيقوم بدور البطل بدور التايجر بهاللقاء، عم بيقدر يخلص فريقه من عدة اهداف مش بس هدف وحيد، بينما فريق شباب البرج من الناحية الهجومية ما عم بيقوم بدوره مثل ما لازم، ما عم نشوف ولا فرصة خطرة على مرمى الحارس عبد الكريم صالح. سؤال إلى متى رح يبقى صامد فريق شباب البرج قدام هجمات فريق البرج بهاللقاء، قدام المد الأصفر يلي عم بيكون هيدي في حال تسلل بهالوقت عم بتكون على فريق البرج حال تسلل. الحكم دغري هشام أنصو بيرفع رايته ليعلن عن هالشي. فريق شباب البرج ما عم بيقدروا يظهروا من المنطقة يلي هن موجودين فيها، البريسنج عم بيكون كبير من لاعبين فريق البرج مع خطأ واضح هون عم بيكون من حسين إبراهيم. هيدي حالة تسلل يلي احتسبها حكم المباراة. كرة من أغوستينو أمامية عالية لصادق آدم، صادق ما رح يقدر يلحق الكرة لأن وليد إسماعيل أسرع، وليد إسماعيل أقرب، وليد إسماعيل بيقدر يوصلها بسهولة. حسين إبراهيم بيلعب الكرة لعند حمزة عبود، حمزة عبود كرة عالية لستيفن سارفو، ما زالت الكرة مع فريق البرج على الجهة اليمنى، محاولات من تياغو بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، وبالنهاية مواجهة جديدة عم بتكون بهالوقت بين محمد الموسوي ومحمد جعفر. محمد جعفر يلي بيترك الكرة لخارج الملعب ليربح رمية تميس مع محمد جعفر يلي عم بيترك تنفيذها لوليد اسماعيل تحت أنظار جمهور البرج يلي عم بيكون قريب كتير من خط هجوم البرج على ميلتهم، ومحاولة كمان لافتتاح التسجيل. عملية تحمية عم بتكون من البرج ومن شباب البرج، ما بعرف إذا رح يكون في تبديل بالشوط الأول. 36 دقيقة على بداية المباراة، تياغو بحول الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة حلوة كتير كانت هالتسديدة، حلوة فرصة وتسديدة كانت بهالوقت من العوطة حسين العوطة لاعب الصفا السابق، حسين العوطة يلي سدد كرة
دبل كيك بس كانت بعيدة عن المرمى، ما شكلت خطورة أبدا على مرمى فريق شباب البرج. المحاولة حلوة بس تنفيذها ما كان بالنهاية مثل ما لازم. علي بزي والكرة هون ضياع، ضياع تام بصفوف فريق شباب البرج. تياجو لمحمد قاسم، محمد قاسم لحسين إبراهيم، حسين إبراهيم لحمزة عبود على الجهة اليمنى، حمزة عبود برجع الكرة لعند الصعوك، ترجع كمان مرة حسين إبراهيم، تياجو 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 بده يسدد، مشهور بتسديداته، وقت يلاقي المرمى فاتح قدامه، الطريق مفتوحة مشرعة قدامه بيسدد. هذا الشيء اللي صار هلأ، بصيب ما بصيب مش هون. إبراهيم عيتاني المدير الفني لفريق شباب البرج، إبراهيم عيتاني من المدربين مش بس القادرين، من المدربين مدربين محترمين جدا جدا، إبراهيم عيتاني وإلى جنبه كمان حسين حمدين. المواجهة شو رح يكون عنده إبراهيم عيتاني ليخبر فريقه بالنسبة للشوط الثاني يلي أكيد منه رائد عن أدائه. رامي تميس مطالبة كان لوليد إسماعيل بخطأ على كريس ريمي، الحكم بيقول ما في شيء أبدا. رامي تميس بتنفس الكرة على الجهة اليمنى، فرصة لفريق شباب البرج إذا قدر كريس ريمي ينفذها مثل ما لازم. إسماعيل أنتيري ممنوع، واقف بالمكان المناسب لمحمد قاسم، محمد قاسم بيلعب الكرة لمحمد جعفر يلي بيخسرها، بتروح لعند أغوستينو، أغوستينو بمرر الكرة حلوة كتير، فرصة لفريق شباب البرج بده ينتبهوا كتير منيح. فريق البرج ما في خطأ، ما في شيء أبدا. علي بزي ما رح تقدر تقطع أبدا، لعبين لعبين عليك يا علي بزي، تنتقل سريعة مباراة ما فيها أبدا ملل، فيها فرص كتير، فيها ركلة جزاء ضائعة لهلا يلي انضم لنا بهالوقت. هو فريق البرج اللي أضاع ركلة الجزاء، سددها بالقائم ولخارج الملعب محمد قاسم. ستيفن سارفو من اللاعبين يلي بيعرفوا طريق المرمى كتير منيح. وليد اسماعيل لمحمد قاسم، محمد قاسم بده يجرب ينسي جمهور البرج ركلة الجزاء يلي ضاعت وبتصير وين ما كان، ومع أفضل اللاعبين العالميين ركلة الجزاء بتضيع، بس المهم تقدر تعوض البنالتي الضايعة. محمد قاسم بغير اتجاه الكرة ناحية اليمين لعند حمزة عبود، حمزة عبود أمامية للعوطة، العوطة بيلعب الكرة مع حمزة عبود، ترجع للعوطة، العوطة على الجهة اليمنى بيكسر الكرة بده يرجع لتياجو، وهذا الشيء اللي واضح وهذا الشيء اللي بيصير. تياجو منه لحسين إبراهيم، الضغط البرجاوي والدفاع من شباب البرج، كرة للداخل منطقة الجزاء، الموسوي بيبعدها بالوقت المناسب لعند صادق آدمز، تنتقل سريع الكرة مع صادق آدمز اللاعب الغاني يلي عم بخوض موسمه الأول بلبنان، بغير اتجاه الكرة ناحية اليسار لأمير حصري. أمير 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 شو بده يعمل؟ لمين بده يمرر؟ بده حدا حده، ما بيلاقي إلا أغوستينو. أغوستينو تمريراته ممتازة، أغوستينو الكرة لمين؟ بالنهاية بين إيدين حارس مرمى البرج عبد الكريم صالح يلي كان عم يلعب دور إذا بدكم المتفرج لهلأ بأول 40 دقيقة من عمر المباراة. حمزة عبود لتياجو، تياجو بيخسر الكرة، تعليمات واضحة، أي لاعب بده ياخد الكرة بده يمشي الكرة بده يكون عليه لاعب تاني، ممنوع حدا يتحرك بالملعب، وهذا الشيء بيتطلب أكيد جهد كبير وبيتطلب لياقة بدنية عالية لتقدر تمشي بهالشيء وتنفذ الخطة يلي حطتها المدير الفني، بدك تتمتع بلياقة بدنية عالية كتير، وهذا الشيء يلي مبين لهلأ بصفوف الفريقين. صادق آدمز عم بفتش على الكرة، وين الكرة؟ ما عم بيلاقي الكرة. واسماعيل أنتيري على أرض الملعب مصاب. جمهور البرج يلي عم نشوفهم قدامنا، جمهور البرج، الجمهور الكبير، الجمهور الأصفر يلي رح يكون مزين الملاعب هالموسم بانتظار استكمال المباراة. والملفت شربي لهالموسم الجنس اللطيف والعنصر النسائي يلي عم بيكون أكثر المواسم هالموسم موجودين بعالم كرة القدم. وأيضا الرسائل يلي عم يتركها الجمهور باليومين الأخيرين عم تتناول أكيد موضوع بعيدا من كرة القدم، يمكن هو حديث الساعة، الوضع العام بلبنان. على كل حال على أمل أنه الأمور
تكون عم تمشي بالطريق الصحيح إن كان على صعيد كرة القدم اللبنانية أو على صعيد البلد بشكل عام. إسماعيل أنتيري رح يخرج، هو يلي رح يمشي لكن إلى خارج أرض الملعب لاستكمال العلاج. اصطدام كان قوي جدا مع صادق أدمز. إسماعيل أنتيري إذن عم بيغادر. توصل لمدربي الفريقين اللي يحكوا كلمتين مع لاعبينه قبل استئناف اللعب وقبل ثلاث دقائق فقط على نهاية الشوط الأول من المباراة. فعلا ما حسينا بالوقت، إيقاع المباراة كان سريع إلى حد ما، لكن فقط الشوط الأول بينقصوا الأهداف تحديدا من ناحية الفريق المسيطر الأفضل على أرض الملعب هو فريق البرج. هون الكرة عم تتحرك واللاعب عم يمشي على وقع اعتراضات لاعبي شباب البرج. بعد ما حرك البرج الكرة بشكل سريع ممكن نشوف هدف أول بالمباراة. ما راح نشوف هدف أول بالمباراة لأنه النمر موجود، ما حدا فيوصل لمرمى النمر عندما يكون هو عم يحرسه. خطير جدا عم بيكون البرج، لكن لوحده النمر عم يقدر يواجه 10 لاعبين باللون الأصفر على أرض الملعب وعم يسمح لفريقه للانطلاق من جديد بالهجمة. بتنقطع من محمد قاسم للأمام المرة ستيفن سارف وهو اللي كان خلف الفرصة الأخيرة بحثا عن هدفه الثامن بالملاعب اللبنانية. 7 أهداف بالموسم الماضي مع تضامن صور للاعب الكاني اللي عم يلعب هالكرة للأمام بالإعادة مرة جديدة. كرة ممتازة كانت لحمزة عبود بظهره لعلاء حمية مرت وستيفن سارفو. يا سلام يا نمر لحود، يا سلام حارس مرمى سيلايا المكسيكي السابق 24 سنة ممكن يكون إضافة جديدة مثل ما ذكرت لكرة القدم اللبنانية مع الحراس القادمين من الخارج. يعني بالفترة الأخيرة أبرز الحراس يلي إجوا إلى الفوتبول اللبناني كانوا مؤسسين بالخارج. طبعا عم بحكي عن الجبل مهدي خليل، عن هادي خليل شقيقه، عن هادي مرتضى حارس مرمى التضامن السور، عن عباس حسن حارس مرمى النجم الحالي يلي أيضا دفع عن ألوان المنتخب الوطني. وقبله أيضا تميز حارس قادم من الخارج كان لاري مهنا القادم من فرنسا يلي لعب مع الأنصار لفترة طويلة وأيضا دفع عن ألوان المنتخب الوطني. مين بيعرف أن نمر لحود ينضم للحراس وأيضا نقدر نستفيد منه على صعيد المنتخب. فبنهاية الأمر منتخبنا هو الأهم ومنتخبنا هو وجهة الفوتبول اللبناني وهو نتاج عمل الأندية. مع كرة ملعوبة من العوطة هون العرضية مقطوعة من الحمية بتروح باتجاه يوسف عتريس الرام 10 بيلعب الكرة للأمام. ما في أي تسلل هون، صادق آدم صعب يهرب كريسترمي إلى جانبه لكن في تسلل. في تسلل الحكم حسن أنسو ترك الكرة ليشوف مين رح يتداخل فيها. أحمد الخطيب يلي كان دخل إلى أرض الملعب ذكر مرة جديدة مكان عبد الفتاح عاشور قبل المباراة أكيد مع الرأسية لسارفو. كان دخل إلى أرض الملعب مكان عبد الفتاح عاشور بالحسابات الأساسية قبل بداية المباراة. على ما يبدو عبد عاشور كان أصيب خلال التحمية وبالتالي أحمد الخطيب أخذ مكان أساسي إلى جانب إسماعيل أنتيري بالتشكيلة البرجية. هذه كرة لتياغو أمارال مرة جديدة وسارفو فوق محمد الموسوي. يعني كل الكرات عم يحاولوا يصنعوا خطورتها فريق البرج عبر طرفي الملعب مع وليد اسماعيل مجددا على الطرف الايسر. وليد بحاول يلعب الكره الاماميه عتريس المرة بشكل ممتاز عم بيقوم بعمليه التغطيه. جعفر محمد جعفر لا وليد اسماعيل بيلعب الكره العرضيه. وليد مقطوعه بتنتقل على الجهه اليمنى لعند حمزه عبود. حمزه بيلعب الكره لداخل المنطقه. ستيفن سارف وكان امام فرصه ايضا لو اصاب الكره كان امام فرصه حقيقيه لافتتاح تسجيل مع دقيقتين من الوقت المحتسب بدل عن ضائع. رفعنا الحكم الرابع احمد صعيفين امبارح بافتتاح المرحله الاخاء كان عم يفوز بطرابلس بهدفين نظيفين بينما النجمي كان عم يحقق ايضا فوز جديد فوز لافت بنتيجه 2-1 على التضامن صور. فوز صعب لكن كان مثير بنهايه المباراه. النجمي بالتخصص بالوقت المحتسب بدل عن ضائع عبر قاسم الزين كان عم يسجل هدف الفوز. هون في خطا ما في خطا عم يقول الحكم حسين ابو يحيى على وقع اعتراضات من شباب البرج والهجمه المرتده من الجهه المقابله. سارفو الكنترول ممتاز من الرقم 12 ستيفن سارفو ما بمر على الحميه لكن الكره بتبقى مع المهاجم الغاني. في خطا هالمره في خطا انما بالجهه المقابله. الاعتراضات كبيره على ارض الملعب
من قبل شباب البرج. على الخطأ غير المحتسب برأيهم لمصلحتهم، رح تشوفوه أكيد بالإعادة الحالي. هون علي بزدي كان عم يمر عن وليد إسماعيل وعم يسقط على أرض الملعب. الاحتكاك كان موجود بصراحة، بتقدروا تتأكدوا هون الاحتكاك كان موجود فعلا. يعني برأيي كان شباب البرج بيستحق خطأ، الأمور كانت واضحة. علاء حمية قائد شباب البرج مصاب على أرض الملعب، الوقت المحتسب بدل عن ضائع انتهى. أكيد رح يسمع حسين أبو يحيى للبرج بتنفيذ الركلة الحرة يلي ممكن تكون آخر الكرات بالشوط الأول من هالمباراة. الإعادة مرة جديدة، صارفو شوف كيف بيحمي كرته ستيفن صارفو، ممتاز جدا اللاعب. 7 أهداف مثل ما ذكرت بالموسم الماضي بموسمه الأول مع تضامن صور لاعب بيكروم تشيلسي السابق. طبعا الفريق الغاني المعروف يلي أيضا لعب له بالمناسبة الصادق أدمز. حمزة عبود مثل العادة بالتخصص الكرات الثابتة، هو بينفذها دائما رقم 23 نمر لحود عم بيوجه زملائه. حمزة بيتقدم بيلعب الكرة داخل منطقة جزاء، وين الرأسية؟ الرأسية الشبابية وأيضا الكرة العرضية. هون كيف في تسلل على ستيفن سارفو يلي ترك الكرة إلى خارج أرض الملعب. أكيد إنه هيدي الكرة الأخيرة بالشوط الأول يلي رح ينتهي بنتيجة سلبية مثل ما عم تشوفوا أمامكم إلى يسار الشاشة مشاهدينا. مباراة بصراحة في يقول عنها مباراة جيدة تحديدا من طرف فريق البرج، وأكيد بنأمل أنه الشوط الثاني يكون أفضل لأنه بهاللحظات حسين أبو يحيى عم ينهي الشوط الأول بصفرته. تعادل سلبي إذن بديربي برج البراجنة بين البرج وشباب البرج. مشاهدينا بذكر محمد قاسم كان أهدر بينالتي اللي عم نشوفه على الشاشة، طبعا محمد قاسم أمامنا كان أهدر بينالتي لفريق البرج اللي كتير أكيد بينتظرنا بالشوط الثاني. ما تروحوا لبعيد، فاصل إعلاني ومنتابع مباشرة مأن المباشر من ملعب صيدا البلدي.